السلام عليكم حبيبي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي سهله جدا، الاسم ديالها الزهره او القرنبيط اللي هو عندنا الاسم ديالو في المغرب الشيفلور، والتحضير ديالو سهل جدا، ما غاديش يحتاج بزاف ديال المكونات. خليكم معايا. هنا حبيبي الكرام كنحتاج راس صغير واحد ديال القرنبيط او الشيفلور. هنا انا غادي نحاول نقطعه قطع صغيرة، وغادي نقيه إلا كان فيه شي حاجة، يعني فيه شي حاجة كحلة غادي نحيدها، وغادي نضيف عليه الماء السخون بزاف، يعني ماء فاتر جدا، وشوية ديال الملحة، وغادي نخليه واحد المدة ديال ساعة ونعقبو نتلاقاو. حبيبي الكرام، فرجة ممتعة للجميع، كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة ديال اليوم. إلا كنتي أول مرة تدخل القناة ديالي ما تنساش تفعل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد، وتعمل اشتراك للقناة ولايك، وشكرا لكم بزاف حبيبي الكرام. فرجة ممتعة للجميع. كيف ما شفتوا معايا حبايبي، هنا بعد من تغيير داك اللون ديال الماء ديال الشيفلور ولا اللون ديالو اصفر، يعني تحيد داك الغاز ديال الشيفلور، وهنا غادي نصفيه كامل، ودرت ليه هنا الورق النشاف. من بعد غادي نسخن شويه الزيت، وغادي اللي بان لي فيها الماء بزاف غادي نمسحها نعقب نشفها، حيت الزيت والماء ما كيتحملوش. ومن بعد غادي نرفعها فوق الفرن، وغادي نقص على درجه الحراره، ونخليها تقلى حتى كتحمر، ونقبو نتلاقاو. كما كتشوفوا حبيبي، هنا بعد من التقلى مزيان، هنا انا راه غادي نديرو في هاد الشبكه هادي، غادي نخليه يتصفى من الزيت حيت هو راه كيشرب شويه ديال الزيت. ولكن ملي كديروا له ديك العمليه ديال الماء السخون وكتخليه المده ديال ساعه، ما كيشربش الزيت بزاف، وداك الزيت اللي كيحاول كيشربو راه كيعقبو ينزلو. من عقب تديروا بحال هكذا في شي شبكه باش يتسقطر داك الزيت مزيان، وغادي نكمل باقي العمليه ونعقبو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو.
كيف ما كتشوفوا معايا حبيبي، بعد ملي كنكملوا انا في الزين هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي يعني وصفه سهله جدا، وحتى المذاق ديالها راه جميل وغادي تعجبكم بزاف غير جربوها. ما تنساوش الا عجبتكم هذه الوصفه تخليوا لي كومونتير، وكذلك تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم. والمقادير غادي نخليهم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم الاسم ديال الانستغرام ديالي اللي حابب يتواصل معايا عليه، وكذلك الفيسبوك ديالي، وغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو السابق اللي نزلته. فرجة ممتعة وللجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء حبيبي الكرام.